يا ترى مين هو المؤمن؟ أنا أمنت فعل ماضي. طب وأنت دلوقتي إيه؟ يقول لك مانيش عارف. مش ده الإيمان. والسؤال الثاني المهم، إيه هو الإيمان؟ الإيمان في المسيحية هو إيمان مش بعقيدة. مرة في الأسبوع أقضي ساعة زمن في كنيسة، لكن إيه علاقته بالإيمان؟ يا ترى الإيمان إنه واحد يرفع إيده في فرصة كرازية، إنه يقف لحظة صدق مع النفس. ماذا أفعل لكي أخلص؟ أو واحد تاني مجرد إنه مواظب على الكنيسة، كل اللي بعمله ده مش نفعني. أو واحد تالت جده بنى المبنى بتاع الكنيسة، اللي أهله بنى كنيسة، اللي وهكذا الأمثلة المتطابقة. الغلط في كده يا دكتور؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. كل يوم بخطي خطوة في الحياة مع المسيح.